هذا اللقاء طبعا تناولنا فيه سبل التعاون والتبادل وكيف يمكن أن نعزز من مكانة الجزائر في المنظومة الشبابية الإفريقية من خلال مختلف البرامج اللي يعمل عليها الاتحاد الإفريقي. كذلك تمكنت سيدة شيدو من الاطلاع على ربما ما تبذله الدولة الجزائرية لصالح الشباب، مكان الشباب في الدولة الجزائرية. كانت بالنسبة لنا لقاء غني وثري ولقاء جيد، سيتعقبه الكثير من الإجراءات العملية التي سنقوم بها في المستقبل من خلال اللقاءات الثنائية والتعاون مع مبعوثة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للشباب سيدة شيدو. أود أن أهنئ الحكومة الجزائرية والمجلس الأعلى للشباب ورئيسه لتنظيم هذا الحدث الضخم لفائدة الشباب الإفريقي. أظن أن هذا الملتقى سيمنح فرصة كبيرة للشباب الإفريقي، وأنا سعيدة جدا لتواجدي هنا من أجل بحث سبل مواصلة الجزائر بصفتها دولة عضو في الاتحاد الإفريقي دعمها للشباب في القارة الإفريقية كقارة متحدة.